النهارده ان شاء الله هنبدا الجزء الثاني معانا في الليبيد. طبعا الجزء امبارح كنا خدنا شقين اثنين، الشق الاول هو الليبيد، خدنا اتكلمنا عن كل حاجه خاصه بيها، بعد كده خدنا الشق الثاني كان الفاتي اسيد. النهارده ان شاء الله هناخد الشق الثالث والشق الرابع في الشابتر. الشق الثالث معانا اسمه تراي اسايل جليسرول، اللي احنا بنسموهم التاج، اكتب لي عندك دول النيوترال فات. احنا كنا قلنا الليبيد امبارح عندنا كانت اربع انواع، اول نوع كان اسمه النيوترال فات، تاني نوع كان اسمه الكومبلكس او سميناه امبارح الكونجيوجيتد، ثم بعد كده الدرايفد، ثم بعد كده الميسلينيوس اللي هم الاذرز. طبعا احنا كنا اتكلمنا امبارح عموما كده عن الليبيد، اتكلمنا عموما عن الفاتي اسيد. من اول النهارده بقى ان شاء الله هنبدا ناخد تفصيليه للانواع دي، واول نوع معانا اللي هو اسمه نيوترال فات، اللي هو عنوان حضراتكم اللي اسمه التراي اسايل جليسرول. التراي اسايل جليسرول هو النيوترال فات يا جماعه، نفس الكلمه بالظبط. حتى امبارح لو فاكرين لما قلنا النيوترال فات كان الاسم الثاني بتاعها تراي جليسرايد، كلمه تراي جليسرايد هي كلمه تراي اسايل جليسرول، نفس الكلمتين بالظبط. ايه هو تركيب التراي اسايل جليسرول؟ بص على الاسم، اسمها تراي اسايل جليسرول، اذا هي عباره عن كحول اسمه جليسرول مع تراي، ثلاثة اسايل معناها فاتي اسيد، كلمة اسايل معناها فاتي اسيد، إذا هو كحول اسمه جليسرول ماسك معاه ثلاثة فاتي اسيد. لو جيت بصيت على الرسمة هتلاقي على الشمال موجود على ده الجليسرول، والجليسرول طبعا ده كحول. وفاكرين امبارح لما قلت لحضراتكم الليبيد أصلا تركيبها استر، استر، ويعني إيه كلمة استر؟ كحول مع فاتي اسيد، الكحول هنا اسمه جليسرول، وكم فاتي اسيد بقى؟ 3 فاتي اسيد. اذا لما يكون في جليسرول مع 3 فاتي اسيد ده بنسميه تراي جليسرول او بنسميه تراي اسايل جليسرول، نفس الكلمه بالظبط، ده هو النيوترال فات. عاوزين نتكلم بقى عن ما هي الخصائص بتاع التراي اسايل جليسرول، وافضل كل شويه اقول لك التراي اسايل جليسرول هي التراي جليسرايد هي النيوترال فات، الثلاث كلمات حاجه واحده عشان ما تلخبطش في الامتحان، ما يجيش يقول لك خصائص النيوترال فات تقول ما خدناهاش، ما هي خصائص النيوترال فات هي التراي اسايل جليسرول، ما يجيش يسالك يقول لك تركيب التراي جليسرايد ايه تقول له ما خدناهوش، ما هو تركيب التراي جليسرايد هو تركيب التراي اسايل جليسرول، نفس الكلمات بالظبط، نيوترال فات هي التراي اسايل جليسرول هي التراي جليسرايد. ما هي خصائص التراي اسايل جليسرول بقى اللي هو التراي جليسرايد؟ اول حاجه السولابيليتي، بعد كده هنتكلم على النيوترال ليبيد ممكن تبقى ايه او ايه، هنتكلم عن الهيدروليسيس، هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها سابونيفيكيشن واديشن اوف هالوجين، ثم هيدروجينيشن ودراينج ورانسيديتي، ودولت لازم منهم سؤال في الامتحان ان لم يكن سؤالين كمان. جزء الخصائص ده مهم جدا جدا جدا، قد يكون من اهم اجزاء الشابتر كله اصلا. بادي اول حاجه في البروبر بتاعت التراي اسايل جليسرول، اول حاجه السولابيليتي، طبعا التراي اسايل جليسرول ده فات يبقى سوليبل في ايه ومش سوليبل في ايه؟ سوليبل في اي حاجه بتدوب الفات، ومش سوليبل في مين؟ في الووتر. طبعا ده حضراتكم بيقول ان سوليبل ان ووتر، الكلام اللي احنا قلناه امبارح ان هو ما بيدوبش في الميه، اذا كان هيدروفوبيك ولا هيدروفيليك؟ هيدروفوبيك، الكلام ده قلناه امبارح، بات سوليبل ان فات سولفنت، فكده امبارح قلنا الفات سولفنت بكلمه ثاني كده بمعنى النون بولر، النون بولر فات سولفر اللي كنا خدناهم الايثير والكلوريفور والالكحول والبنزين، دول الحاجات اللي كان بيدوب فيهم الفات. بعد كده هو عاوز يقول لك بقى ليه الفات ما بيدوبش في الميه؟ بصوا معايا، واحنا دلوقتي عندنا التراي اسايل جليسرول ده عباره عن ايه ماسك مع ايه؟ عباره عن جليسرول ماسك مع فاتي اسيد. الجليسرول في مجموعه بولر هي مجموعه الاو اتش، والفاتي اسيد في مجموعه بولر هي مجموعه السي او او اتش، والميه بولر، وعشان الميه تدوب اي حاجه لازم تكون الحاجه دي فيها مجموعه بولر، اذا انت عندك الجليسرول لوحده بولر والفاتي اسيد فيها سي او او اتش بولر، ساعه ما يتكون التراي اسايل جليسرول تلاقي الجليسرول مع الفاتي اسيد، الاو اتش بتاع الجليسرول مسكت مع السي او او اتش بتاع الفاتي اسيد، فالبولر هنا لغى البولر هنا، فما عادش حاجه تدوب في البولر اللي هي الميه. اذا هو عاوز يقول لك ليه التراي اسايل جليسرول ما بيدوبش؟ ما بيدوبش لان ما فيش مجموعه بولر، ازاي يا دكتور؟ ما الجليسرول فيه او اتش والفات في سي او او اتش، ما هم بيمسكوا مع بعض يعملوا الربط مع بعض فبيلغوا بعض، مفيش حاجه تدوب في الميه. مكتوب عندك بيقول البولر جروب بتاع الجليسرول اللي هي مين؟ الاو اتش از لينكد تو البولر جروب بتاع الفاتي اسيد اللي هي مين؟ سي او او اتش، يبقى احنا عندنا البولر في الجليسرول اللي هي الاو اتش، والبولر في الفاتي اسيد اللي هي سي او او اتش،
مكتوب عندها سو نو اتراكشن اوف ووتر، مفيش اي انجذاب للميه اللي هي اصلا بولر، مفيش انجذاب للميه اور فورميشن اوف هيدروجين بوند والزم، ولا تكوين اي روابط هيدروجينيه مع الميه. يعني هو عاوز يقول لك الدهون ما بتدوبش في الميه لانها لا بتنجذب لجزيئ الميه ولا بتعمل رابط مع جزيئ الميه، لان مفيش مجموعه بولر موجوده تعمل تفاعل مع جزيئ الميه، لان الاثنين بولر لغوا بعض. بعد كده النيوترال ليبيد ماي بي اويل اور فات. ايه اللي جاب النيوترال ليبيد في الموضوع حالا؟ ما تراي اصلا جليسترول هي هي النيوترال ليبيد، وكنا واخدين امبارح النيوترال ليبيد ممكن تبقى ايه او ايه، يا اويل يا فات حسب الصلابه، الصلب فات والسائل اويل. عاوزين نزود معلومه كمان النهارده، الاويل ار ليكويد بيبقى سائل في درجه حراره الغرفه، بص على الفات بيبقى سوليد في حراره الغرفه. ولكن المعلومه الجديده ايه بقى؟ المعلومة الجديدة ان اي حاجة سائلة اعرف انها فيها شق كبير جدا unsaturated، يعني كل ما الدبل بوند زادت كل ما المادة الدهنية بقت سائلة، وكل ما الدبل بوند قلت اعرف ان المادة الدهنية تبقى صلبة. اذا الاويل بيحتوي على saturated ولا unsaturated؟ الاويل السائل يبقى فيه unsaturated fatty acid، امال الفات الصلب واللي بيبقى لونج سلسلة طويلة وساتيوريتد. وهنا لازم اسألك سؤال، لو جاوبته خلاص انا مطمن على الصفحة اللي بعدها. وانا لو عندي مادة سائلة وعاوز اخليها صلبة اعمل ايه؟ اكسر الروابط المزدوجة، اشوف الدبل بوند فين واكسرها، لان وجود رابطة مزدوجة معناها ان المادة سائلة، وعدم وجودها معناها المادة صلبة. تعالوا نبص على الهيدروليسيس، وكلمة هيدروليسيس اللي بعدها هي التحلل بالمية، التحلل بالمية. هنا بيقول لك هيدرولايزد باي بنكرياتيك لايبيز، علم على اسم الانزيم بعد اذنك عشان هحتاج النهارده انزيمات كده. البنكرياتيك لايبيز بص اسمه ايه؟ لايبيز، لايبيز يعني ايه لايبيز؟ بيكسر الدهون، طالع من ايه؟ من البنكرياس. وانا لو قلت لك التراي اسايل جليسرول، تراي اسايل جليسرول، لو كسره بالبنكرياتيك لايبيز هيكسر لايه والايه؟ لجليسرول و3 فاتي اسيد. مكتوب عندك بيقول هيدرولايز بالانزيم اللي اسمه لايبيز، طالع منين ده؟ من البنكرياس انتو جليسرول وفاتي اسيد. بص على الرسم عندك كده، اللي على الشمال ده هو الطريق اسايل جليسرول، هنضيف عليه كام جزيء ميه عندك؟ ثلاثة. اشمعنى ثلاثة؟ كل جزيء ميه هيخش يكسر رابطة بين الفاتي اسيد والجليسرول. انت عندك الجليسرول مع كام فاتي اسيد؟ ثلاثة. في كام رابطة؟ ثلاثة. محتاج كام جزيء مية؟ ثلاثة. عشان كده بيقول لحضرتك ان التراي اسايل جليسرول مع ثلاث جزيئات مية في وجود الانزيم اللي اسمه لايبيز هيدينا الجليسرول وثلاثة فاتي اسيد. قبل ما تقلب الصفحة يلا زي ما اتعودنا امبارح كنا بنتكلم عن مركب اسمه تراي اسايل جليسرول، اللي هو تبع نوع النيوترال، قلنا ان هو بيحتوي على جليسرول زائد 3 فاتي اسيد. بالنسبه للخصائص، اول حاجه السولابيلتي بيدوب في الفات سولفنت وما يدوبش في الووتر، اذا هو هيدروفوبيك. بعد كده قلنا ايه اللي مخليه هيدروفوبيك؟ البولر في الجليسرول اللي هو الاو اتش ماسك في البولر بتاع الفاتي اسيد اللي هو السي او او اتش، وبالتالي لا في ارتباط مع الميه ولا في اي انجذاب للميه. بعد كده يا اما سائل يا اما صلب حسب الساتوريشن. السائل اسمه اويل ويحتوي على انساتوريت، اما الصلب اسمه فات ويحتوي على لونج وساتوريت. بالنسبه للهيدروليس بالميه محتاج كام جزيء ميه؟ ثلاثه. في وجود انزيم اسمه بنكرياتيك لايبيز هيدينا جليسرول و3 فاتي اسيد. صفحه رقم 11 صفحه امتحان، صفحة رقم 11 صفحة امتحان. اللي ما خدش ورقة يا جماعة الورقة اهوت، يلا. مش ضفت مية، ده هو الفكرة ان الانزيم بيحلل بالمية. الانزيم اللي اسمه لايبيز عشان يشتغل محتاج تلات جزيئات مية، عشان المية هي اللي بتكسر الروابط. فاضل حد ما خدش يا جماعه؟ طيب الصفحه الاولانيه ناس لسه واخده الورق، الصفحه الاولانيه بص عليها بسرعه كده، هتلاقي الجزء الاول عباره عن التركيب، عشان الناس لسه واخده الورق بس. الجزء الاول عباره عن التركيب، الجزء الثاني عباره عن البروبرتس، بروبرتس ثلاث حاجات موجوده عند حضراتكم اهي، الاول والثاني والثالث. عايزين نبص على البروبرت الرابعه يلا، اللي هي اسمها الصابونيفيكيشن، وكلمه صابونيفيكيشن معناها
التصبون، صناعه الصابون، صناعه الصابون. اظن حضراتكم تعرفوا ان في بعض الناس بتبقى بتقدر تصنع الصابون في البيت. في الكوره في ناس معروفه ان يعرفوا يصنعوا الصابون، حتى الصابون الاسمر بتاع المواعين وبتاع الهدوم بتاع زمان ده بيتصنع في البيت. بيتصنع ازاي بقى؟ تعالوا نشوف الصابون بيتصنع ازاي. الصابون بيتصنع بيقول لي هيدروليسيس باي هيتنج. يعني ايه هيدروليسيس؟ هنعمل تحلل بالميه باي هيتنج، ان احنا نسخن وز علم علم مع الكالي، مع الكالي. الكالي اللي هو ماده قلويه عشان يدينا الجليسرول ويدينا الصابون اللي هو السوب. المعادله عندك، ومن المعادله يعرف لي الكلمه بعد اذنك ويعرف لي الموضوع. هو اللي على الشمال ده مين؟ اللي على الشمال ده المركب اللي على الشمال ده اللي هو مكتوب عندك CH2 ده كده الجليسرول، واللي جنبه دلوقتي اللي هو COOR ده الفاتي اسيد، ده الفاتي اسيد. يعني انت مكتوب عندك المركب اللي على الشمال، بص العمود هتلاقي CH2، شايفين ده؟ ده كده الجليسرول مرتبط ب COOR. عارفين السي او او دي اللي هي ايه؟ اللي هي كانت مجموعه سي او او اتش، شلنا منها الاتش وربطناهم مع بعض. اذا انت عندك ده طريق اثار الجليسرول، مسكناه مع 3 كي او اتش بوتاسيوم هيدروكسيد. الكي او اتش، ايه الكي او اتش ده؟ ده الماده الالكالي. واحيانا انا بقولها اهو، واحيانا بنستخدم ان اي او اتش، احيانا بنستخدم ان اي او اتش، بس الدكتوره في المحاضره قالت كي او اتش. هم كلهم مواد قلويه. كام جزئين؟ 3. وعلى السهم في مثلث، مثلث يعني هيتنج، هنعمل هيتنج هيبقى فيه حراره، هيدينا سي اتش 2 او اتش، سي اتش او اتش، سي اتش 2 او اتش، ده الجليسرول، ده الجليسرول مع 3 ار سي او او كي، ده الصابون. الار دي اللي هي السلسله اللي يبقى اخرها او او كي، ده الصابون. اذا احنا مين بنعمل له تفاعل مع مين في وجود مين؟ يدينا مين؟ التراي اثار جليسرول بنمسكه مع ماده الكالي اللي تبقى يا ايه يا ايه؟ يا كي او اتش يا ان اي او اتش. كام جزئين؟ 3. يطلع لنا الجليسرول وثلاث جزيئات من الصابون. بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال مهم جدا اسمه الصابونيفيكيشن فاليو او الصابونيفيكيشن نمبر. معامل التصبغ ده اللي هو ايه بقى؟ بص عشان تعرفه مهم جدا. بيقول لي نمبر اوف ملي جرام اوف كي او اتش، كم الكي او اتش نسيسري تو سابونيفاي، اللي احنا محتاجينه عشان نعمل تصبغ لكل الفاتي اسيد اللي موجوده في جرام واحد من الدهون. يعني هو بص بيقول لك ايه؟ السابونيفيكيشن فاليو هو كم الملي جرامات بتاع الكي او اتش اللي محتاجينها عشان نعمل تصبغ لجرام واحد فات. اقول لك كمان مره عشان ما حدش خد باله من حركه القياس. انا بقول لك كم الملي جرام بتاع الكي او اتش اللي يعمل صابونيفيكيشن لجرام فات. بعدها بيقول الصابونيفيكيشن فاليو بيعتمد على اللينس اوف هيدروكربون تشين. ايه الهيدروكربون تشين دي لو حد فاكر؟ فاكرين تركيب الفاتي اسيد كان ايه؟ ار سي او او اتش. الار دي كانت الهيدروكربون تشين، دي السلسله. فهو بيقول لك الفاليو اللي هو الصابونيفيكيشن فاليو بيعتمد على طول السلسله، يعني العدد بتاع اللي هو الملي جرامات بتاع الكي او اتش بيتغير بناء على السلسله اللي اسمها ار طولها قد ايه؟ بعلاقه ايه؟ بعلاقه عكسيه. مكتوب بعدها اتس انفيرسلي بروبورشنال مع التشين لينس. الصابونيفيكيشن فاليو بيتناسب عكسي مع طول السلسله. يعني مثلا لو في شورت تشين فاتي اسيد، فاكرين الشورت امبارح كان من كام لكام؟ من 2 ل6، من 2 ل6 ده كان شورت تشين. الشورت تشين ده ليه هاي صابونيفيكيشن فاليو، يعني كل ما كانت السلسله قصيره كل ما احتاجت، كل ما احتاجت، انا عاوز الكلمه، كل ما احتاجت ملي جرامات اكتر من الكي او اتش. بعد كده يقول لك طب لو السلسله طويله، لو لونج تشين، اللي هي اللونج تشين كانت كام؟ 16 فيما فوق. عشان في المحاضره الدكتوره قالت الكلمه دي، ما قالتش اكتر من 16. خدوا بالكم 16 فيما فوق، يعني ال 16 معاك لونج تشين، ركزوا في دي. ال 16 معاك لونج تشين، لو لونج تشين يبقى لو صابونيفيكيشن فاليو. هو الصابونيفيكيشن فاليو معناه ايه؟
كم الملي جرامات من الماده القلويه اللي محتاجينها عشان نعمل تصبغ لجرام فات؟ كم الملي جرامات ده يزيد امتى؟ لو الفات اللي احنا هنعمله تصبغ ده شورت شيك، امال كم الملي جرامات هيقل امتى؟ لو الفات اللي هنعمله تصبغ ده لونج شيك، يبقى العلاقه علاقه عكسيه. الماده اسمها ايه؟ KOH، بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد. تعالوا نبص على اللي بعدها، اديشن اوف هالوجين تو اويل، نضيف ماده اسمها الهالوجين للاويل. خد بالك انا بقول لمين؟ للاويل يعني لازم يكون في دبل بوند عشان ده ماده سائله. اذا احنا هنضيف الهالوجين لاويل، ايه الهالوجين ده؟ اليود. الهالوجين ده اللي هو اليود مكتوب عند حضراتكم اويل كان تيك الهالوجين. الاويل ممكن ياخد الهالوجين اللي هو اليود at the position of double bond. هو ايه اللي مخليه يقول لك في مكان الدبل بوند؟ اويل، ومعنى اويل يبقى فيه دبل بوند. واي طب سؤالي بقى هنا، هو احنا ينفع نضيف هالوجين لفات؟ ينفع نضيف هالوجين لفات؟ ليه؟ الفات ساتيوريتد مفيش دبل بوند ياخد الهالوجين فين؟ اذا مين اللي يقبل الهالوجين؟ السائل الاويل عشان فيه دبل بوند. يقوم اليود داخل، هو اليود رمزه الكيميائي ايه؟ اي 2 بيبقى 2 اي 2. فالدبل بوند ادي سي وادي سي بينهم دبل بوند، لما نكسر الدبل بوند بقى في مكان تمسك فيه، يودا تروح هنا ويودا تروح هنا. واحدة تروح على السي دي وواحدة على السي دي، يعني لما تلاقي مثلا ادي سي دبل بوند سي، دي كده هتعمل كام رابطة كمان؟ واحد اثنين بس، ودي واحد اثنين. لما نيجي نقوم جايين مدخلين الهيدروجين اللي هو اليود، الرابطة تتكسر، هيبقى لها كمان واحدة، دي تمسك مع اليود ودي تمسك مع اليود، لأن اليود أصلا كان اي 2، فيكسر الرابطه ويمسك مع السي اللي على جانبي الرابطه، ده اللي اسمه الهالوجين. اسمه ايه؟ هالوجين. مكتوب عند حضراتكم بيقول اويل كان تيك الهالوجين في البوزيشن بتاع الدبل بوند. حتى انا جايب لك المعادله عندك اهو، اللي على الشمال ده ان ساتيوريتد، يعني ايه كلمه ان ساتيوريتد؟ في دبل بوند. لا انا عاوز كلمه ثالثه، سائل اويل، اذا هو ان ساتيوريتد في دبل بوند، هنضيف له الاي 2. بص هيبقى ازاي؟ هتلاقي سي اتش وربطة واحدة سي اتش واليود مسك تحت اهو. فبقى مكتوب عندك اسمه داي ايودو دريفاتيف، مشتق بيحتوي على اثنين يود. داي ايودو دريفاتيف مشتق بيحتوي على اثنين يود. احنا فوق خدنا حاجة اسمها السابونيفيكيشن، حالا خدنا اديشن اوف هالوجين. في السابونيفيكيشن خدنا كلمة اسمها سابونيفيكيشن فاليو، في الهالوجين هناخد الايودين فاليو. ايه الايودين فاليو ده؟ اكيد هيبقى كم اليود اللي محتاجينه عشان يكسر الدبل بوند. مكتوب عندك ده النمبر اوف جرام، جرام جرام مش ملي جرام، ده كم الجرامات بتاع اليود اللي بياخدها 100 جرام فات مش جرام فات. حد خد باله وانا بقول ايه؟ بتاع السابونيفيكيشن كان كم الملي جرامات بتاع الكي او اتش. امال الايودين ده كم الجرامات بتاع اليود؟ هنا كم جرام فات؟ واحد. هنا كم جرام فات؟ 100 جرام فات. خد بالك من الارقام، علاقه فكك علاقه ايه؟ وكانت معتمده على ايه؟ على الشين لينس. هنا بيقول لك الايودين النمبر ده بيستخدم تو اسس، انه يقيم ديجري اوف انساتيوريشن، ده بيقيم درجه عدم التشبع. عارفين الجمله دي معناها ايه؟ معناها ده بيعرفك في كام دبل بوند. ما هو كام عدم التشبع معناها كام دبل بوند، والعلاقه بينهم علاقه طرديه. مكتوب بعدها بيقول دايركتلي بروبورشنال مع الديجري اوف ان ساتوريشن. سؤال بقى، كل ما الدبل بوند زاد كل ما تحتاج يود اكتر عشان يكسرها. اظن دي واضحه خالص. ايه بقى نعملها مقارنه؟ يلا بتقلب الصفحه، قارن يلا قبل ما تقلب اي حاجه نراجع عليها. احنا خدنا هنا اثنين من البروبرتس، مين ومين؟ سابونيفيكيشن واديشن تو هالوجين. مين ماده السابونيفيكيشن؟ كي او اتش. مين ماده الهالوجين؟ يود. هنا بنضيف، ما قلناش لدبل بوند، بنضيف كي او اتش للتراي اسايل جليسرول في وجود هيتنج، يديك جليسرول وصابون. تحت احنا بنضيف اي 2 لماده فيها دبل بوند، فيكسر الدبل بوند وياخد اليود. فوق بينتج جليسرول وصابون،
تحت بينتج داي ايودو دريفر. فوق في حاجه اسمها سابونيفيكيشن فاليو، تحت في حاجه اسمها ايودين فاليو. السابونيفيكيشن فاليو هو كم الملي جرامات بتاع الاي او اتش، تحت هو كم الجرامات بتاع اليود، فوق اللي يعمل صابون من جرام فات، تحت اللي يكسر الروابط الثنائيه في 100 جرام فات. فوق بيعتمد على شين لينس، تحت بيعتمد على الانساتوريتد كم الدبل بوند. فوق العلاقه عكسيه، تحت العلاقه طرديه. اقلب الصفحه يلا. النهارده لغايه دلوقتي الموضوع اخف من امبارح او الطف من امبارح، هو الطف من امبارح لك فاهم امبارح، زائد اللي ما سمعش بتاع امبارح تجي على السهل. فانت يعني ان في ناس ما سمعتش محاضره امبارح اصلا وجاي على النهارده تجي على السهل، فمش عاوز نفسك تنفتح قوي يعني، ما تبقاش الله انا شاطر السهل، لا انت لسه ما سمعتش بتاع امبارح ولسه ما سمعتش بتاع بكره ولسه ما سمعتش الجزء الثاني من بتاع النهارده. الهيدروجين ايش؟ انا عايز اوصل لكم معلومه. البايو مش محدش يستقل بيه حرفيا يا جماعه، الماده سعرانة. البايو البايو لا البايو بجد ماده تقيله يعني. في ناس بتقول لك انا اذاكرها في اخر السنه، انت هتذاكرها في اخر السنه بس هتذاكرها تاني في الصيف باذن الله عادي، ما عندناش اي مشكله. هي ب 50 درجه، ما هي المشكله ب 50 درجه، المشكله انها ب 50 درجه. لو درجه طارت منها لها حساب، لها قيمه، ده الفكره كلها. انا اقصد حاجه، الموضوع محتاج مذاكره يا جماعه، مش اللي هو قبل الامتحان ابقى لما وانا في حاجه هعملها برضه عشان انا عارف ان انتوا لا يفهموا عليكم باي حاجه خالص، تعبوا والله خالص. احنا مثلا انا هخلص شرح للشابتر ده يا بكره يا بعده تمام، وهاخد المينرالز قبل البايو في 3 ايام، قبل البايو معاه اورا قبل البايو في 3 ايام، تروح من الاسرى يكون الصبح وانا اكون بعده هشرحه كله تاني كل يوم. هراجع الشابتر ده كله تاني هو والمينرالز. هيدروجينيشن اوف اويل، هنسال سؤال هنزل والله لو مش اونلاين. هاردنينج اوف اويل وهيدروجينيشن اوف اويل. احنا لو خدت بالكم احنا من شويه في الصابونيفيكيشن ضفنا ايه؟ كي او اتش. امال في الهالوجين ضفنا ايه؟ يول. اللي احنا هنتكلم عنه حالا هنضيف هيدروجين لدبل بوند. خد بالك انا من شويه قلت لك هنضيف يود للدبل بوند، اللي انا هتكلم عنه حالا ان هضيف هيدروجين للدبل بوند. وانا لما اضيف هيدروجين للدبل بوند يعني حولت الان ساتيوريتد لايه؟ ساتيوريتد، يعني حولت السائل لصلب، عشان كده بنسميها هاردنينج اوف اويل. ازاي بنخلي الزيوت، شوف كده كلمه ايه؟ اويل اويل. ازاي بنعملها هاردنينج؟ وانا من غير ما اشرح ازاي بنعمل هاردنينج للاويل؟ نكسر الدبل بوند عن طريق انك تضيف هيدروجين، عشان كده بيقول لك هيدروجينيشن اوف اويل، نضيف هيدروجين للزيوت فيحصل لها هاردنينج. ازاي بقى؟ نبدا يلا. الفيجيتابل ما هي هاردنينج، ولكن احنا ما بنضيفش اليود عشان نعمل هاردنينج، احنا بنضيف اليود عشان نشوف فيه كام دبل بوند عشان بعد كده نضيف الهيدروجين يعمل هاردنينج. بالنسبه للهيدروجينيشن والهاردنينج اوف اويل مكتوب عند حضراتكم ده احنا بنعمله للفيجيتابل اويل. الفيجيتابل اويل دي الزيوت المستخلصه من النباتات، الزيوت النباتيه بتبقى الزيوت بتاعه القمح والزيوت بتاعه الكتان والزيوت بتاعه الذره اللي هي زيوت النباتات. هو هيدروجينيتد لما ينضاف عليها هيدروجين باي اديشن اوف هيدروجين، بس لازم عشان تضيف هيدروجين تكون هي ايه اصلا؟ انساتوريتد. تكون انساتوريتد زي بروديوس كورسبوندنج ارتفيشال فات، بيدوك الدهن الصناعي المقارن للزيت. يعني مثلا لو انت عندك زيت بذره الكتان وضفت له هيدروجين يديك سمن بذره الكتان، ارتفيشال اللي هي السمنه، مكتوب عندك بين قوسين اسمها المارجرين. المارجرين ده اللي هو السمن النباتي، السمن النباتي اللي هو كان ايه اصلا؟ زيت نباتي وضفنا له هيدروجين كسر الدبل بوند وبقى مارجرين اللي هي السمنه. اتس ادفايزبل. الناس اللي بتعرف تطبخ يا جماعه، الناس بتعرف يعني مطبخ اصلا، لما يكون في صفيحه سمنه، صفيحه السمنه ما بتبقاش جامده،
يعني الثلاث اشجار تلاقيها سايله، بتشيلها بتلاقيها سايله. ما ينفعش لما نيجي نعمل هيدروجينيشن للاويل نعمل هيدروجينيشن لكل الدبل بوند، لازم بنعمل هيدروجينيشن لدبل بوند ونسيب دبل بوند تانية موجوده، لان احنا عملنا لو عملنا هيدروجينيشن لكل الدبل بوند هتبقى جامده قوي وما تعرفش اصلا تشيلها بالمعلقه. عشان كده احنا بنعمل هيدروجينيشن لبعض الدبل بوند وليس كل الدبل بوند عشان ما تبقاش فيري هارد، لان احنا عارفين لو هي انساتوريتد تبقى سائله، كل ما عملت ساتوريشن كل ما الصلابه زادت، فما تعملش ساتوريشن للكل عشان ما تبقاش حجاره بمعنى اصح. مكتوب عندك it is advisable، من النصيحه اللي احنا لازم نقولها للناس في المصانع not to saturate all double bond، ما تعملش saturation لكل الدبل بوند in unsaturated fatty acid otherwise والا it become very hard، هنلاقيها بقت صلبه جدا. والمعادله عندك اهي، خد بالك هنا كان في دبل بوند بس ضفنا ايه؟ ضفنا هيدروجين في وجود النيكل، النيكل ده هو العامل المحفز يديك حاجه بتبقى saturated اللي هو كاننا حولنا السائل الى صلب. بس خد بالك ما تزودش قوي في الصلابه. البروبرت اللي عليه الدور اسمه دراينج اويل. دراينج اويل ايه؟ دراينج اويل ده بقى حضراتكم سمعتم او حضرتم فكره لما كانوا زمان بيدهنوا البيوت يقول لك هندهن زيت، من ضمن الدهانات في دهان اسمه دهان زيت، ده كان بيندهن زمان، حالا طبعا بقى بلاستيك او حاجات غير الزيت، بس يقول لك كان في حاجه اسمها دهان زيت. ايه دهان الزيت ده؟ كان تيجي الماده اللي احنا ندهن بيها ونقوم جايين عاملينها على الجدار وتسيبها تمص الاكسجين بتاع الجو، هي ماده سائله، اول ما تحطها على الجدار تفردها على الجدار وتمص الاكسجين بتاع الجو تلاقيها بقت ماده صلبه لزقت على الجدار، ده دراينج اويل. الدراينج اويل مكتوب عند حضرتك زيس ار اويل اويل اويل، هي عباره عن سائل وده معناه انها بتبقى انساتوريت، هي مش انساتوريت، هي هايلي انساتوريت، لان طبعا انتوا عارفين ان اي بويه واي دهان بيكون سائل جدا عامل زي الميه، فهو بيبقى هايلي انساتوريت. مكتوب عند ادراككم زيس ار اويل كاركترايزد باي بينج هايلي انساتوريتد، يعني فيري ليكويد سائله جدا، فيري ريتش ان انساتوريتد فاتي اسيد، بتبقى مليانه انساتوريتد فاتي اسيد. سؤال هنا، هو الاويل، الاويل تركيبه ايه اصلا؟ فاتي اسيد. ايه اللي يخلينا نقول على الاويل انساتوريتد؟ ان الفاتي اسيد اللي مركباه تكون انساتوريتد، يعني انت عشان تقول على ماده انساتوريتد يبقى الفاتي اسيد اللي عاملها اصلا انساتوريتد، فهو بيقول لك هي بتبقى هايلي انساتوريتد وبيحتوي على كم كبير جدا من الفاتي اسيد اللي بتبقى انساتوريتد، زي اللانسيد اويل. ايه اللاين سيد اويل ده؟ بتاع بذرة الكتان، زيت بذرة الكتان. كلمة مهمة قوي اللي بعدها زي ار يوزد ان بينتنج، بنستخدم فيه الدهانات. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ هي مادة سائلة ازاي بتمسك في الجدار؟ مكتوب عندك بيقول زيس اويل هو ان سبريد ان سين لاير، لما بتنفرد بطبقة رفيعة جدا زي ابزورب اتموسفيريك اوكسجين. اوعى تنسى هنا انا شفط ايه؟ الاكسجين. امال اللي فوقها دخل في تركيبها ايه؟ هيدروجين. امال اللي قبلها كان ايه؟ يود. امال اللي قبلها كان ايه؟ كي او اتش. امال اللي قبلها كان ايه؟ اللايبيز اللي هو الانزيم اللي اسمه اللايبيز. هنا بيقول لك بتمص الاكسجين، ولما تمص الاكسجين تشينج تو هارد انسولابل لاير، تبقى ماده صلبه وما بتدوبش، بمعنى اصح انت بتطلعها اللي بتطلعها من العلبه بتاعت الدهان من جرده البلاستيك تبقى ماده سائله جدا. الناس بتوع الدهان بيقعدوا يخلطوها بايديهم كده ماده سائله خالص، يجيب الفرشه يقوم جاي يعملها على الجدار ويقول لك ما تقربش من الدهان عشان لو قربت ينزل فيك انه لسه ماده سائله. بعد ساعه تبص تلاقيها متجاه ماسكه في الجدار لانها مصت الاكسجين. بعد كده بيقول رانسيديتي، البروبرتي الاخيره اسمها رانسيديتي، وقد تكون دي اهم واحده فيهم بعد الصابونيفيكيشن واليود. الرانسيديتي، وايه الرانسيديتي؟ التعفن. التعفن حضراتكم مش عارفين ولا مش عارفين، لو سبت حته زبده بره الثلاجه في الصيف الطويل بتلاقي عليها طبقه مخدره كده، مخدره معناها عفنت، ما هو ده الرانسيديتي بقى. الرانسيديتي وتعفن الدهون، قد يكون ده اهم بروبرتي في كل البروبرتي بتاعت التراي اسايل بليسو. الرانسيديتي ده يعني ايه؟ كلمه رانسيديتي بقى مكتوب عند حضرتك
معناها unpleasant smell and taste، سيان للفات او للاويل، طعم وحش وريحه وحشه. وعاوز اقول لك من الاخر انها ايه؟ عفني. الرانسيليتي نوعين اتنين، حاجه اسمها هايدروليتك رانسيليتي، وتقلب الصفحه هتلاقي الثانيه اسمها اوكسيديتيف رانسيليتي. اذا احنا عندنا تو تايب اوف رانسيليتي، يا ايه يا ايه؟ يا هايدروليتك يا اوكسيديتيف. عايزين بقى نعرف كل واحده منهم بتحصل ازاي، ونبدا الاول بالهايدروليتك رانسيليتي. بيقول الفاتي اسيد والجليسرول، بصوا قال ايه؟ فاتي اسيد وجليسرول. لا ما مش فاهمين الكلمه، طالما قال لك فاتي اسيد وجليسرول، احنا كان عندنا تراي اصل جليسرول صح؟ لما بيحصلوا هيدروليسيس كان بيتحول لايه وايه؟ فاتي اسيد وجليسرول. حتى اسم الرانسيت ايه؟ هيدروليتيك، لان التراي اصل جليسرول اتحول لفاتي اسيد وجليسرول. فهو هنا بيقول لك الفاتي اسيد والجليسرول بتتكون بعمليه اسمها ايه؟ هيدروليسيس. فاكرين مين اللي كان بيعمل الهيدروليس اصلا؟ البكتيريتك لايبيز. بعض انواع البكتيريا بتحتوي على انزيم زي اللايبيز بيعمل هيدروليسيس للفات، بس لو اتعمل لها هيدروليس في جسمك تبقى ماده نافعه، لو البكتيريا اللي عملت لها هيدروليسيس تعفن. ده اللي عاوز اقوله لك. اذا المحصله النهائيه هي هيدروليسيس لايه ولايه؟ لجليسرول وفاتي اسيد. في الجسم بتبقى بمين؟ باللايبيز. امال في الرانسيليتي بمين؟ بالبكتيريا الانزيم، بانزيمات البكتيريا. زيز فري فاتي اسيد، ايه الفري فاتي اسيد دي؟ والتراي اصل جليسرول كان تركيبه ايه زائد ايه؟ جليسرول زائد 3 فاتي اسيد. 3 فاتي اسيد لما يكونوا ماسكين في الجليسرول اسمها تراي اصل جليسرول، لما يسيبوا منه يسموه فري فاتي اسيد. يقول لك الفري فاتي اسيد نتجت دي بيحصل لها اوتو اوكسيديشن. ويعني ايه كلمه اوتو اوكسيديشن؟ تاكسد نفسها بنفسها، ولما تتاكسد تعفن. ده اللي هو عاوز يقوله. اجمع لك هيدروليتك رانسيليتي، هي رانسيليتي معناها ايه؟ يعني ريحه وحشه او طعم وحش. ايه اللي عملها؟ والله على حسب النوع، هي يا ايه يا ايه؟ يا هيدروليتك يا اوكسيديت. بالنسبة للهيدروليتك، هيدروليتك يعني حصل هيدروليس، يعني اتكون مين ومين؟ فاتي اسيد وجليسرول. بفعل مين؟ بكتيريا الانزيم. والفري فاتي اسيد نتجت دي حصل لها اوتو اوكسيديشن، ولما تتاكسد تتعفن. بعد كده يقول لك ريليز دي فاتي اسيد افتر هيدروليتك رانسيليتي. حد فاهم الجملة يعني ايه؟ يعني ايه ريليز دي فاتي اسيد افتر هيدروليتك رانسيليتي؟ يعني الفري فاتي اسيد اللي سابت واكسدت نفسها، يعني بعد الموضوع ده كله يخلص الفري فاتي اسيد الناتجه ماي بي اودرلس، ممكن تكون ملهاش ريحه، ودي كارثه في حد ذاتها. بعض انواع الدهون يا جماعه تعفن وما تطلعش ريحه ولا يبقى لها طعم وحش، يعني تلاقيها عاديه خالص وهي معفنه. مكتوب عندك بيبقى يقول لك اودرلس اور كان هاف ديستينكت اودر، او يبقى ليها ريحه مميزه قوي زي في حاله الزبده البتر. والناس اللي لهم في الطبخ برضه قالب الزبده لو تساب بره شويه بتلاقيه خضار، خضار معناها عفن، لو جيت تشمه هتشم ريحته. ليه بقى؟ اشمعنى في الزبده بنشم الريحه؟ فاكرين الزبده دي كان الفاتي اسيد بتاعها اسمه ايه؟ خلينا نبارك كان اسمه بيوتيريك، اللي كان فيه كام كربون؟ أربعة. وأي فاتي أسيد شورت تشين عدد كربونات قليل اعرف إن هو ليه ريحة متطايرة، وأي حاجة تتطاير تعرف أنت تشمها. مكتوب عندك بيقول الفاتي أسيد اللي بتنتج بعد ما يحصل لها أوتو أوكسيديشن ممكن تبقى أودرلس ملهاش ريحة، أو ممكن يبقى ليها ريحة مميزة جدا زي في حالة الزبدة. إشمعنى الزبدة؟ بيقول لأن البيوتيريك فاتي أسيد، الفاتي أسيد اللي هو بتاع الزبدة، ليه شورت هيدروجين تشين، كام كربونة؟ أربعة. وده بيبقى ليه هاي فولاتيليتي. كلمة فولاتيليتي معناها تطاير، يعني بيتطاير في الجو، أي حاجة تتطاير كان بي سنفد. سنفد معناها تقدر تشمها، تعرف تشمها. موجود عند حضراتكم المعادلة أهي، وبأكد لك على المعادلة تاني. موجود إن التراي أسايل جليسرول السهم عليه إيه؟ لايبيز. مش عاوز بقى واحد الله يكرمك يكون ايه؟ قاعد يقول اه الله يجوز بتاع البنكرياس.
احنا هنا مش اللايبيز بتاع البنكرياس، ده اللايبيز بتاع البكتيريا. اللي كان بيحتاج كام جزء ميه؟ ثلاثة. برضو هيديك جليسترول وهيدينا فري فاتي اسيد، بس الفري فاتي اسيد اللي لك تحتها بين قوسين ايه؟ فولاتايل. يعني ايه فولاتايل؟ بتتشم اند باد اودر وليها ريحه وحشه. انا عاوزك في المعادله دي عشان تبقى انت فاهم، فوق اللايبيز اكتب بنكرياتيك لايبيز، اسف بكتيريا لايبيز، بكتيريا لايبيز. امال في المعادله اللي احنا خدناها رقم 3 كان انهي لايبيز؟ بكتيريا بنكرياتيك لايبيز. بالنسبه للاوكسيديتيف رانسيتي بقى، ايه الاوكسيديتيف ده؟ بيقول اوكسيديتيف رانسيتي از ديو تو بارشال اوكسيديشن للانساتوريتد، للانساتوريتد، للانساتوريتد. وهنا بيحصل اكسده. اكسده كامله ولا جزئيه؟ هو احنا في الهيدروليتيك رانسيتي كانت العمليه عمليه هيدروليسيس، امال هنا العمليه عمليه اوكسيديشن. هناك كان بمين؟ في الهيدروليتيك بالبكتيريا لايبيز. هنا بقى بارشلي اوكسيدايزد للانساتوريتد، يعني بتاكسد حاجه انساتوريتد بارشلي. يعني ايه بارشلي؟ ما تكسرش كل الدبل بوند، انت بتعمل اكسده جزئيه ولست اكسده كامله. اذا فرق كويس جدا لما اجي اقول لك بالبكتيريا انزايم ايه نوع الرانسيتي؟ هيدروليتيك. امال بالاكسجين هتبقى الاكسديت. هنا بقى سؤال، واحنا ازاي نخلي الماده الدهنيه ما تعفنش؟ ازاي نخليها ما تعفنش؟ تسلم. طفت لك حاضر. اللي بعد ما نعرضهاش لاكسجين، اشمعنى؟ عشان لنا عين اوكسيديتيف. مش مواد حافظه، لا بوضحها اكتر. حط عليها ماده مضاده للاكسده عشان ما تاكسدش. او عارفين حل اسهل؟ بتشوف التلفزيون بس محدش بيعمله. شفت لما بيجيبوا المواد يحطوها في كيس، والكيس ده بيبقى ليه حاجه زي شفاط كده يحطها جاي الشفاط بتقوم جاي عامل عليه خالص كانه شفاط كل الهواء. بص عندك كده ايفكت اوف رانسيت فات. ايه ايفكت اوف رانسيت فات ده؟ الفات اللي تعفن المنتجات اللي طالعه منه تاثيرها ايه؟ يعني الفات لو عفن ايه اللي ممكن يحصل؟ برودكت اوف رانسيتي ار توكسيك. المواد اللي بتنتج مواد سامه، يعني انت لو كلت اي ديل معفن ده ممكن يجيب تسمم. وانا قلت لحضرتك محدش يجي يقول لي يا دكتور احنا ازاي حاجه معفنه؟ اكيد هناخد بالنا. انا قلت لك ان في حاجات مالهاش ريحه، بس انت لا ليك عين. هي حتى لو مالهاش طعم بس ليك عين. اللي عارف شكل الزبده يعرف انها عفنت من غير ما يشم ولا من غير ما يدوب. هي بالشكل باينه، لما تبقى متدره خلاص ارميها. مش تقول الله ده عملت لون جديد، لون جديد ايه؟ بعد كده بيقول لي برودكت اوف رانسين. احنا قلنا البرودكت اوف رانسين بتبقى ايه؟ توكسيك. في حاجه كمان بقى، البرودكت اوف رانسينتي توكسيك على جسمك، ده رقم واحد. رقم اتنين بتكسر حاجات تانيه مهمه لجسمك زي فيتامين ايه وزي الاسينشال فاتي اسيد. يعني المواد الناتجه من الرانسينتي مضره ليك وبتكسر حاجات مفيده ليك اللي هو فيتامين ايه. غير فيتامين ايه ده اصلا كان تبع ايه ودي واي وكي. ايه بقى الفات سوليبل، وخدنا امبارح من الاسينشال دول اللي الجسم ما بيصنعهمش فلازم تاخدهم في الاكل. تخيل بقى ان منتجات الرانسيتي انت واخد الاسينشال فاتي اسيد من الاكل تقوم مكسراه، فيبقى عندك ديفيشنسي في الاسينشال. وكنا امبارح خدنا اهميات الاسينشال، مهمه انها تحمي امراض القلب والاوعيه، ومهمه ليه ومهمه ليه ومهمه ليه. فلما يحصل منتجات الرانسيتي دي مشكله في حد ذاتها اصلا. بعد كده هاو تو بروتكت الفات فروم رانسيتي، سؤال امتحان. ازاي تحمي الدهون من انها تعفن؟ اول حاجه الفاكيوم. ايه الفاكيوم دي؟ انك تشفط الهواء، تحطها في كيس تشفط الهواء، تجفيف، تجففها. ريبليس الاو 2، نبدل الاو 2 بانرت جاز زي الان 2 زي النيتروجين. ليه نبدل الاكسجين بالنيتروجين؟ عشان ما نتاكسدش، عشان ما يحصلش اوكسيديتيف، وده بتحصل في مصانع الزيوت ومصانع السمنه. احيانا لما بتكون هيخزنوا المواد الخام الطويله يخلوها في اماكن، الاماكن دي ما فيهاش اكسجين فيها نيتروجين. بعد كده كيب فود ان كولد بليس، حطه في الثلاجه. اشمعنى؟ اشمعنى؟
عشان اي هيدروليسيس كان محتاج حراره، فاحنا نحط في الثلاجه مفيش حراره مفيش هيدروليسيس ونحطها في الثلاجه. بعد كده اد انتي اوكسيدنت، حط ماده مضاده للاكسده. اشمعنى؟ عشان ما يحصلش اوكسيديتيف زي فيتامين اي اللي هو التوكوفيرول، وده كان اشهر حاجه انتي اوكسيدنت اصلا. وفي الفيتامينات كنت قلت لك في كمان واحد انتي اوكسيدنت اللي هو فيتامين سي، فيتامين اي وفيتامين سي كانتي اوكسيدنت. عشان كده المفروض الصيف داخل اهو، الامهات بيعملوا حركه غريبه قوي وبتبقى غلط في المطابخ، المطابخ اللي هي سيان خشب بس المتقل، تلاقي حاطه علبه السمنه ومغطياها وحطها في قلب درج في قلب المطبخ، والمطبخ اصلا فيه البوتاجاز وفيه الفرن فالحراره عاليه، ده هو حطاه جوه الخشب اللي جوه المطبخ اللي فيه البوتاجاز، بيقول لك الزبده عفنت، ما انت كده حطاها اصلا في الهيت، حطاها في الحراره، يعني كان يقول ايه البكتيريا تفضلي اعملي لانسيتي في حاجات السمنه يا جماعه بتتحط في الثلاجه. وده كده بالنسبه للشق الثالث معانا في الشطر اللي هو التراي اسايل ليسرول اللي هو النيوترال فات. كده احنا خلصنا كل الكلام اللي احنا محتاجينه. هيا بينا نلجو. على الدور. نعم؟ حد عاوز حاجة؟ الفرق بين؟ عينيا. والله جاوبتك عليها. ايه الفرق بين السمنة والزبدة يا جماعة؟ حد عارف؟ أنا بعرف أطبخ بالمناسبة، أنا عارف الحاجات دي أوي. السمنة باللبن. بص. أقول لك السمنة باللبن والزبدة بالقشطة. ده بسكوت والكحك والحاجات دي. يا جماعه احنا فين الكلام ده؟ انا عارف افهم زميلكم ازاي. السمنه فيها رواب. الزبده في اللي هو القالب. القالب ده زبده. الفرق ده في الطعم شويه. في السعر. في الدهون. نفس المكونات ولكن الفكره في الصعاب. السمنه بتكون سائله شويه انما الزبده بتكون يعني ايه؟ حاجة أكبر شوية. زائد تركيب الفات نفسه. في الزبدة بقى بيوتيريك أبيوتيريك أسيد، في السمنة ممكن كذا حاجة غير البيوتيريك أسيد. لا حسب بقى، في ناس تحب السمنة في ناس تحب الزبدة. إيه المضر اللي بيقدروا من بعض؟ الزبدة صحية شوية على السمنة. السمنة ده اللي هيقول عليها. الغاز مطبخ والزبدة مش شطر. خلاص يا جماعة خلاص. خلاص قفلنا طفينا النار خلاص يلا. اللي عليه الدور معانا هو الشق الرابع معانا في الشابتر اللي بنتكلم فيه عن تاني نوع من الليبيد وهو الكومبلكس ليبيد. فاكرين امبارح سميناه اسم تاني؟ كونجيوجيتد، والنهارده هنسميه اسم تالت اسمه الكومباوند ليبيد. اذا الكونجيوجيتد هو الكومبلكس وهو هو الكومباوند. امبارح فاكرين لما قلت لكم الليبيد تركيبها ايه؟ كلمة استر يعني عبارة عن ازاي ايه؟ فاتي اسيد زائد الكحول. قلت لك لو في اديشنال جروب نسميه كونجيوجيتد، وده اللي هنتكلم عنه حالا ان شاء الله. مكتوب عند حضراتكم بيقول زي ار استرز، وكلمه استر معناها ايه زائد ايه؟ فاتي اسيد زائد الكحول. بس اوعى تنسى هنا في اديشنال جروب. امبارح قلنا الاديشنال جروب ممكن تبقى فوسفوليك اسيد فيبقى اسمه فوسفوليبيد، او كربوهيدرات فيبقى اسمه غلايكوليبيد، او بروتين فيبقى اسمه غلايكوبروتين. اول حاجه الفوسفوليبيد والغلايكوليبيد اللي هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه ان لها اسم تاني اسمها جلوكو سفينجوليبيد، نعرف ده ان شاء الله بكره، او غلايكوبروتين. اللي احنا عاوزين نتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو الفوسفوليبيد. وبعد اذنك بقى انا كل كلمه هقولها حالا ليها قيمه من اول حاله لحد اخر حصه. يعني اللي هيسقط منه كلمه في جزء هيسقط منه اللي بعدها كله. ان شاء الله خلاص الورق كله، الورق ده كله اصلا الباقي ده كله مش هياخد مننا بالظبط نص ساعه. ان شاء الله. ليه؟ ما ياخد ساعه ونص المشكله. يلا يا جماعه فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد مكتوب عند حضراتكم ده كونجيوجيتد. كونجيوجيتد. وقلنا يعني ايه كونجيوجيتد؟ كومبلكس اللي هي كومباوند كونجيوجيتد ليبل. بس هنا الاديشنال جروب اسمها فوسفيت جروب. اذا الفوسفوليبيد A زائد A زائد A كوليسترول زائد فاتي اسيد وده الاستر معاه فوسفيت جروب. عاوزين نعرف بقى تعريف الفوسفوليبيد، والتعريف هقوله لك حالا في اجزاء مش هتكون مفهومه الا لما اشرح اللي بعده شويه.
فانا هقول ان احنا نفهمه منه ولا ما نفهموش جاي كمان شويه. مكتوب زي ار بولر، ده بولر الفوسفوليبيد بولر، مكرر الكلمه اهو بولر الفوسفوليبيد بولر يعني ايونيك، مكونه من الكحول، ادي الكحول اتاتش تو او اتاتش بربطه اسمها الفوسفوداي استر، الربطه اسمها ايه؟ فوسفوداي استر مع اثنين اسايل جليسرول او سفنجوزين. ايه الكلام ده بقى؟ بص مبدئيا هو عاوز يقول لك حاجه، الفوسفوليبيد بولر ولا نون بولر؟ بولر يعني ايونيك يعني متاينه، ادي اول معلومه. تاني معلومه، مكونه من كحول، السابق وجود كحول، الكحول ده ماسك بفوسفو داي استر، كلمه فوسفو داي استر يعني بيعمل ربطتين اتنين، والروابط اسمها فوسفو داي استر مع اتنين فاتي اسيد اللي هي مكتوبه عندك داي اسايل جليسرول، او يمسك مع سفينجوزين. وهنعرف ده دلوقتي، انزل لي على اللي بعده ونخش ناخد اللي بعده ثم نرجع نقول التعريف هتلاقيه بقى تافه. بيقول لي زي انكلود، مين زي؟ مين زي دول؟ فوسفوليبيد، حاجه اسمها فوسفاتيديك اسيد، حاجه اسمها الليسيسين، حاجه اسمها السيفالين، حاجه اسمها لايبوسيتول، حاجه اسمها سفنجومايل، هنتكلم عن دول حالا. ولكن انسى ان انا قلتهم لك حالا. جايين تاني، جايين تاني، فانا بس مجرد هنا بقول لك مقدمه، انما احنا لسه هناخد كله بالتفصيل حالا. بص لي بقى على الكلاسيفيكيشن اوف فوسفوليبيد، ومن اول هنا يبدا الكلام اللي انا محتاجه، اللي احنا فعلا هنحتاج كل كلمه فيه لبعدها. تقسيمه الفوسفوليبيد بتبقى حسب نوع الكحول. سفنجوزين. انا لسه ما قلتش حاجه. لسه ما شرحتش. كلاسيفيكيشن اوف فوسفوليبيد، بنقسم الفوسفوليبيد، اكتب لي عندك اكوردنج تو الكحول. او اكوردنج تو الباك بون. يعني ايه الكلمه دي؟ بيقول لك الفوسفوليبيد بنقسمها حاجتين، يا جليسرو فوسفوليبيد، ده واضح ان فيها جليسرول، او اسفنجو فوسفوليبيد، ودي واضح ان فيها سفنجوزين. اذا احنا عندنا يا جليسرول ماسك مع حاجه، يا سفنجوزين ماسك مع حاجه. لو جليسرول بنسميها جليسرو فوسفوليبيد، لو سفنجوزين بنسميها سفنجو فوسفوليبيد. اللي انت عمال تقوله ده الله يكرمك، اقلب الصفحه بقى وناخد الكلمه بالتفصيل. شايفين حضراتكم التركيب بتاع الفوسفوليبيد؟ الرسمه اللي انا جايبها لك دي انت لو عرفتها الشطر خالص، الجزء بتاع النهارده اقصد خالص. ستراكشر اوف فوسفوليبيد، احنا الفوسفوليبيد بنقسمها يا ايه يا ايه؟ يا اما تبقى جليسرو فوسفوليبيد يا اما سفنجو فوسفوليبيد. تعالوا نبص على الجليسرو فوسفوليبيد. الجليسرو فوسفوليبيد مكونه من جليسرول معاه يا كحول من الانواع اللي تحت، وفوسفيت جروب وتو فاتي اسيد. عارفين الجليسرو فوسفوليبيد عباره عن ايه؟ رقم واحد جليسرول ماسك معاه حاجه ثانيه، ماسك معاه فوسفيت، ماسك معاه اثنين فاتي اسيد. عشان كده اي حاجه هقول لك حالا تركيبها جليسرو فوسفوليبيد، تركيبها ايه؟ جليسرول اثنين فاتي اسيد فوسفيت جروب زائد حسب الاسم بتاعها هنقول زائد ايه؟ كمان مره الجليسرو فوسفوليبيد بيبقى عباره عن جليسرول مع فوسفيت مع اثنين فاتي اسيد مع حاجه ثالثه، هي الاسم ايه؟ جليسرو فوسفوليبيد، يعني عباره عن جليسرول زائد فوسفيت زائد ليبيد. الليبيد اللي هو اثنين فاتي اسيد معاه ماده ثالثه او ماده رابعه بقى. الماده دي ممكن تبقى حاجه اسمها سيرين، ممكن تبقى حاجه اسمها ايثانولامين، حاجه اسمها كولين، حاجه اسمها اينوسيتول. بعد كده تعالى بص على الناحيه الثانيه بتاع السفنجو فوسفوليبيد. السفنجو فوسفوليبيد بيقول لي مكون من سفنجوزين، بس غالبا بيكون ثابت. سفنجوزين مع كحول مع فوسفات مع فاتي اسيد واحد، سفنجوزين مع كولين مع فوسفات مع فاتي اسيد. بصهم عشان انا بقول لك انت لو فهمت ده، بس انا كل اللي هتكلم عنه حالا تركيب، فانت لو كنت انت عارف التركيب كله مبدئيا كده، احنا بنقسم الفوسفوليبيد لايه والايه؟ يا جليسرو يا سفينجو، حسب هو جليسرول مع ايه وسفينجو مع ايه. لو جليسرو
فوسفو ليبيد، جليسرو جليسرول، فوسفو فوسفيت، ليبيد اثنين اثنين اثنين، معاهم حاجه رابعه. امال لو سفينجو فوسفو ليبيد يبقى فيه سفينجوزين وفوسفيت والليبيد واحد فاتي اسيد، مع الحاجه الرابعه هي احتمال واحد بس الكولين. تعالوا بقى نبص على الممبر بتاعه الجليسروفوسفوليبيد. بس قبل ما اكتب لسه ما قلتش، لسه هشرحه حالا. انا تركيبهم يا جماعه لسه هشرحه حالا، ده مجرد الخطوط الرئيسيه، لسه هشرح ده كله حالا. قبل ما ناخد الممبر بتاع الجليسروفوسفوليبيد انزل لي بعد اذنك على الروبرتس اوف فوسفوليبيد. ما هي خصائص الفوسفوليبيد دي؟ بيقول لي الفوسفوليبيد بتبقى امفاتيك مولوكيول. امفاتيك، ويعني ايه كلمه امفاتيك؟ معناها فيها شق بولر وشق نون بولر. هي المواد المواد في الباي يا اما تبقى بولر يا اما تبقى بولر. بعض المواد بولر، ثانيه نون بولر، في ماده ثالثه بقى فيها الشقين الاثنين، جزء بولر وجزء نون بولر، اسمها امفاتيك. والفوسفوليبيد امفاتيك، ويعني ايه امفاتيك بقى؟ بتحتوي على جزء بولر وجزء نون بولر. مكتوب عندك بيقول زي ار امفاتيك مولكيول، معناها بتحتوي على هيدروفيليك. وانا كل كلمه هقولها هاخد السطر اللي بعدها، هيدروفيليك وهيدروفوبيك. الهيدروفيليك يبقى بولر والهيدروفوبيك يبقى نون بولر. الهيدروفوبيك اللي هو النون بولر ده التيل، انما الهيدروفيليك البولر اللي هو الهيد. فاكر لما كنا بناخد تركيب السيل ممبرين، لما كنا بنقول ان هو مكون من هيد وتيل، وكنت بقول لك الهيد بولر ومكونه من فوسفيت، انما التيل نون بولر ومكون من فاتي اسيد. تعالوا نبص بقى، الفوسفوليبيد هي امفاتيك. يعني ايه امفاتيك؟ بولر ونون بولر. يعني ايه بولر؟ هيدروفيليك. امال يعني ايه نون بولر؟ هيدروفوبيك. مين الجزء البولر؟ الهيد، وتركيبه ايه؟ الفوسفيت مع الالكحول جروب. امال مين الجزء النون بولر؟ ده الجليسرول او الاسفنجوزين مع التشين اللي هي كانت اسمها الار. بصوا، فاكرين التركيب بتاع الفوسفوليبيد كان ايه وايه وايه وايه؟ يا جليسرول يا سفنجوزين، حسب هو انهي نوع. وثابت معاك فوسفيت، وثابت معاك فاتي اسيد. فاتي اسيد دي هيدرو هيدروكربون تشين اللي هي الار، ومعاك كحول اللي هو حسب نوعه بقى، كولين ولا سيرين ولا ايثانولامين. فانت عندك اربع حاجات اهم. رقم واحد الجليسرول او الاسفنجوزين، رقم اثنين الفوسفيت، رقم ثلاثة الفاتي اسيد، رقم أربعة المادة الإضافية. بيقول لك بقى إن الفوسفيت مع المادة الإضافية ده الجزء البولر، إنما الجليسرول أو الاسفنجوزين مع الفاتي اسيد ده الجزء النمبولر. أنت عندك أربع حاجات هكتبهم لك أهو، أربع حاجات. رقم واحد الجليسرول أو مين؟ أو الاسفنجوزين. كانوا ماسكين مع مين؟ فوسفيت. كانت ماسكة مع مين؟ فاتي اسيد، اللي هي لو هنا اثنين، لو هنا واحد، زائد الماده الرابعه. والماده الرابعه ديت اللي هي كحول برضه، الكحول. هو انا عاوز اقول لك حاجه بقى، ده كده تركيب الفوسفوليبيد. بناء على التركيب ده لقينا ان الفوسفوليبيد امفاتيك. يعني ايه امفاتيك؟ بولر ونون بولر. مين البولر ومين النون بولر بقى؟ بيقول لك البولر هو الفوسفات والالكحول، ادي الفوسفات وادي الكحول، ده اللي بيبقى بولر. امال مين النون بولر؟ الجليسرول او الاسفنجوزين اللي هو البيز الاساسيه، ومعانا الفاتي اسيد. بس هو ما قالكش هنا فاتي اسيد، قال لك الهيدروكربون تشين اللي هي الفاتي اسيد. يعني اذا هو عباره عن اربع حاجات، اثنين منهم يخلوه بولر واثنين منهم يخلوه نون بولر، فيبقى اميفاتيك. مين هم بقى؟ الجليسرو فوسفوليبيد. احنا قسمنا الفوسفوليبيد لايه والايه؟ جليسرو وسفينجو. احنا عايزين نتكلم عن الجليسرو. مين هم الجليسرو فوسفوليبيد؟ انا هقول اسامي، هقول اسامي، ومن الاسم قول لي التركيب. اول واحد اسمه فوسفاتيديك اسيد، فوسفاتيديك، وده بيقول لك البيرنت، ده الاب.
عارفين تركيبه ايه؟ مع فوسفات مع 2 فاتي اسيد بس معهوش حرارة، فيبقى فوسفاتيديك اسيد. بص على اللي بعده اسمه ايه؟ فوسفاتيدايل كولين. تركيبه ايه؟ جلسرول فوسفات و2 فاتي اسيد وكولين. بص على اللي بعده فوسفاتيدايل ايثانولامين. تركيبه ايه؟ جلسرول وفوسفات و2 فاتي اسيد وايثانولامين. بص على اللي بعده فوسفاتيدايل سيرين. كوليسترول فوسفات 2 فاتي اسيد سيرين. بعدها فوسفاتيدايل انوسيتول. كوليسترول فوسفات 2 فاتي اسيد انوسيتول. والاثنين اللي بعدهم مش هناخدهم، الاثنين اللي بعدهم مش تبعنا. عشان كده انا لو جيت قلت لك بص فوق بقى على الشق بتاع الجليسرو فوسفوليبيد، مكتوب الجليسرو فوسفوليبيد لازم بيحتوي على ايه؟ جليسرول ماسك معاه فوسفات وكام فاتي اسيد؟ 2 مع حاجه ثالثه او حاجه رابعه اللي هي مين بقى؟ سيرين. فيبقى اسمه فوسفاتيدايل سيرين، يا اما ايثانولامين فيبقى اسمه فوسفاتيدايل ايثانولامين، يا اما كولين فيبقى اسمه فوسفاتيدايل كولين، يا اما انوسيتول فيبقى اسمه فوسفاتيدايل انوسيتول، يا اما معهوش حاجه من دول خالص فيبقى الفوسفاتيديك اسيد. عشان كده لو ركبت الصفحه هتلاقي اول حاجه تركيب الفوسفاتيديك اسيد. تركيب الفوسفاتيديك اسيد ايه؟ بص عندك يلا سؤال امتحان يا جماعه، التركيب ده سؤال امتحان وهيبقى تافه بقى. تركيبه هيبقى جليسرول 2 فاتي اسيد فوسفات. امال فين الرابعه؟ مفيش، لان هو ده بس ده البيرة. امال تركيب الليسيسين ايه؟ مبدئيا لازم تعرف ان الليسيسين عشان ما بيجيش بالاسم السهل، ما يجيش يقول لك فوسفاتيدايل كولين، لا يقول لك الليسيسين. الليسيسين هو الفوسفاتيدايل كولين. تركيبه جليسرول فوسفات 2 فاتي اسيد ومعاها الكولين. اقلب الصفحه، ادي صفحه خلصت. انزل تحت تحت هتلاقي بعد كده السيفالين او الكيفالين. السيفالين او الكيفالين ودول الايثانولامين والسيرين. الايثانولامين والسيرين اسمهم سيفالين او كيفالين. احنا عندنا حاجه اسمها فوسفاتيدايل ايثانولامين وفوسفاتيدايل سيرين. عايز تركيب يلا. جليسرول جليسرول فوسفات فوسفات 2 فاتي اسيد 2 فاتي اسيد ايثانولامين سيرين. شكرا. بص على الامبورتنس بتاعتهم. الفوسفاتيدايل ايثانولامين دي بتكون السيل ممبرين وبتلعب دور مهم جدا في البلاد كواجيوليشن. يا سلام بقى لو واحد قال لي الحته دي جت لنا فين في منهجنا السنه دي؟ فاكرين في البلاد في جزء اسمه البلاد كواجيوليشن في حاجه كانت اسمها الانترنسك ميكانيزم والاكسترنسك ميكانيزم، لما كان فاكتور 10 بيمسك مع ثم مع ثم مع ثم بليتلت فوسفوليبيد. ما هي دي الفوسفوليبيد اللي هي الفوسفاتيدايل ايثانولامين. انا فكرتك اهو فوسفاتيدايل ايثانولامين. امال بالنسبه للسيرين؟ بالنسبه للسيرين مكتوب عندك بلاي امبورتنت رول ان بروجرامد سيل ديس. اسمع الكلمه يلا. ابوبتوزيس ده اللي مسؤول عن الابوبتوزيس. احنا خدنا لغايه دلوقتي تركيبه اربعه، اول واحد كان مين؟ الفوسفاتيديك اللي هو الايه وايه وايه؟ جليسرول فوسفات 2 فاتي اسيد. امال الليسيسين ده كان ايه؟ الليسيسين هو بتاع الكولين، ضيف الكولين. امال مين السيفالين او الكيفالين؟ سيرين وايثانولامين. الايثانولامين سيل ممبرين وكواجيوليشن. امال السيرين ده بتاع الابوبتوزيس. اقلب. تعالوا نتكلم عن اللايبوسيتول. اللايبوسيتول ايه زائد ايه زائد ايه زائد ايه؟ هو اللايبوسيتول ده الاول اللي هو كان الاسم التاني بتاعه ايه؟ فوسفاتيدايل اينوسيتول. هي في كلمه سهله
فوسفاتي داير والمادة ما يجيبش في الامتحان، بيجيب الاسم الصعب. يعني مثلا فوسفاتي داير كولين الاسم التاني بتاعه ليسيسين، فوسفاتي داير سيرين وفوسفاتي داير ايثانولامين دول مين؟ سيفالين او الكيفالين. امال اللايبوسيتول ده الفوسفاتي داير اينوسيتول، وده عباره عن كوليسترول زائد اثنين فاتي اسيد زائد فوسفات زائد ماده اسمها الاينوسيتول، ودي الماده الوحيده اللي ليها رينج ستراكشر. يعني الاينوسيتول ده عباره عن مركب حلقي، عشان لو قال لك في الامتحان مين الاونلي فوسفوليبيد ذات كونتين رينج ستراكشر، يبقى مين بقى؟ اللايبوسيتول. اللايبوسيتول، واحنا كنا بنقسمهم الفوسفوليبيد يا ايه يا جليسرو يا سفينجو، اللي احنا خدناهم كلهم دول جليسرو. تعالوا نبص على السفينجو بقى. السفينجو اللي هو اسمه سفينجو مايلين، اسمه سفينجو مايلين، ده هيبقى مكون من ايه؟ انت عارف والله كان سفينجوزين وفوسفين واحد وده كان كولين. هتلاقي مكتوب عندك بيقول سفينجوزين بيز فاتي اسيد واحد فوسفين ومعاه الكولين. فدي خلاص التركيب بتاعهم كله. كده التركيب بتاعهم كله. في نفس الصفحه واحنا موجودين يلا هات لي الامبورتنس بتاع اللايبوسيتول. الامبورتنس بتاع اللايبوسيتول، والله اللايبوسيتول ده كان في حاجه مميزه فيه، ده الوحيد اللي في رينج ستراكشر. ايه بقى اهميته؟ رقم واحد الفوسفاتيدايل اينوسيتول. بص قال لك ايه؟ هو فوق قال لك اسمه ايه؟ لايبوسيتول. بعد كده قال لك استنى اما اصعبها عليه شويه، بس اول ما جه قال الامبورتنس قال لك ما خلاص عرف بقى نقولها بالاسم بتاعه اللي هو ايه؟ فوسفاتيدايل اينوسيتول بريزنت ان سيل ممبرين. وخلينا اقول لك قاعده، معظم الفوسفوليبيد موجوده في السيل ممبرين، كله في السيل ممبرين اصلا، فهو موجود في السيل ممبرين. الاينوسيتول ليه مركب شبيه بيه اسمه ستيرو ايزومر، وستيرو ايزومر معناه شبيه، اسمه مايو اينوسيتول. يبقى احنا عندنا الماده اصلا اسمها ايه؟ اينوسيتول، في شبيه ليه اسمه مايو اينوسيتول. تعالوا نكمل باقي الامبورتنس. هي اول امبورتنس ان هو موجود في مين؟ السيل ميمبرين. تاني واحده بيلعب دور مهم جدا في السيل سيجنالينج. يعني ايه السيل سيجنالينج؟ الاشارات بين الخلايا، الارتباطات بين الخلايا، التفاعلات بين الخلايا، التعامل بين الخلايا، ده اسمه السيل سيجنالينج. اند ميمبرين ترافيكينج. ايه ميمبرين ترافيكينج ده؟ بص انا هقولها ازاي بقى. الاينوسيتول بيدخل في تركيب سيل ميمبرين، فيخلي الخلايا تتفاعل مع بعض بالسيل ميمبرين بتاعتها، ويحدد مين يعدي ومين ما يعديش من الميمبرين، ده اللي اسمه الميمبرين ترافيكينج. بيتحكم في مرور مين يعدي ومين ما يعديش. بعد كده كلمه مهمه جدا جدا جدا، فاكرين لما كنا خدنا في الاندوكراين لما خدنا ان اللي كان تركيبهم بروتين كانوا يخشوا الخليه ولا الريسبتور على السيل ميمبرين؟ السيل ميمبرين. فكان يشتغل ماده اسمها السكند ميسنجر اللي هي سايكليك اي ام بي وجي ام بي وي 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 وي. الفوسفاتيدايل اينوسيتول هو الماده الخام لتصنيع السكند ميسنجر دول. مكتوب عندك بيقول الفوسفاتيدايل اينوسيتول ده البريكيرسر، ده الماده الخام اللي بيتصنع منها الهرمون الباس السكند ميسنجر، اللي بيتصنع منها السكند ميسنجر. عشان كده لو جيت سالتك مين اللي بيلعب دور في الميمبرين ترافيكينج والسيل سيجنالينج؟ اللايبوسيتول. اهم حته هنا في كله هما سؤالين اتنين. لو جيت قلت لك مين الاونلي فوسفوليبيد اللي في رينج ستراكشر هيبقى مين؟ اللايبوسيتول. السؤال الثاني مين الماده الخام السكند ميسنجر؟ اللايبوسيتول برضه. هات لي الليسيسين بعد اذنك. الليسيسين. حد عنده اجابه للسؤال اللي هقوله وهو ليه سمينا الفوسفاتيك اسيد البيرنت سيل او البيرنت فوسفوليبيد؟ عشان التركيب ده اصلا اسمه فوسفاتيك اسيد وده ثابت. الفكره هنضيف مين؟ هو الليسيسين ده كنا ضايفين مين؟ كولين. هنا بقى عندي سؤال، مادتين اتنين خدناهم النهارده فيهم كولين، فرق لي بينهم الليسيسين والسفينجو مايلين. الليسيسين كان تبع مين؟ الجليسترو. امال السفينجو مايلين تبع مين؟ سفينجو. تركيبه تركيب يلا، جليسترول سفينجوزين فوسفيت فوسفيت كولين كولين
اسلام. الامبورترز بتاعت الليسيسن، ما هي اهميه الليسيسن بقى؟ اهميه الليسيسن كالاتي. بس قبل ما اخد الليسيسن في بس ملحوظه صغيره خالص، ملحوظه صغيره هستاذن حضراتكم. هتوالي صفحه 15، صفحه 15. بصوا على الممبرز اوف جليسروفوسفوليبيد. اول ممبر اسمه ايه؟ فوسفاتيديك، وده البير. ثم فوسفاتيدايل كولين، ده مين؟ الليسيسن. ثم فوسفاتيدايل ايثانولامين. وهنا بس عاوز اوضح لك حاجه، احيانا ده لسه قايلين من شويه السيفرين او الكيفرين ممكن يبقى ايثانولامين او سيرين. لا، هو الاسم الصح قوي بتاع الايثانولامين بس. يعني لو جه قال لك السيفرين او الكيفرين هم مين وجاب في الاختيارات ايثانولامين وسيرين، لا اختار ايثانولامين. يعني السيفرين او الكيفرين هم اشهر مين بتوع مين بتوع مين بقى؟ الايثانولامين. انا قلت لك ان هو ايثانولامين وسيرين، ولكن خلينا نقول ان السيفرين هم الايثانولامين والسيرين ده لوحده براهم خالص. فهمت انا قلت ايه؟ عشان لو جت في الامتحان مين السيفرين او الكيفرين؟ الايثانولامين. الغي السيرين ده، ما تقولش ان هو تحته، اعتبر ان هو لوحده بعيد عن السيفرين او الكيفرين. تعالوا بقى نبص على، لو خدتوا بالكم في صفحه 15 هو جنب كل واحد كاتب الاسم. امال جنب الفوسفاتيدايل اينوسيتول ممكن اكتب ايه؟ لايبوسيتول. لايبوسيتول. هات لي بقى الامبورتانس بتاعه الليسيسين. يلا حد فاكر كتاب اخد ده اسمه ريسبيريشن؟ فاكر كتاب اسمه ريسبيريشن في الفسيولوجي؟ فاكرين درس اسمه اللونج سيرفكتن؟ كان بيعمل ايه اللونج سيرفكتن ده؟ بيمنع الكليه صح؟ كان تركيبه ايه؟ هو كان اسمه داي بالميتويل فوسفاتيدايل كولين. ده لما خدناه في الفسيولوجي. عارفين اللونج سيرفكتن في مين؟ الليسس. نص الصفحه احنا واخدينها ريسبيريشن. بص يلا، داي بالميتويل ليسيسن او بنسميه داي بالميتويل فوسفاتيدايل كولين اللي هو الليسيسن، ده الميجور كونستيتيوانت في اللونج سيرفكتن. ده أهم مادة مكونة للونج سيرفكتنت. السيرفكتنت كان بيعمل إيه؟ بيقول السيرفكتنت سيرف بيعمل على ديكريز السيرفس تنشن بتاعة السائل اللي كان مبطن من الألفيولاي، فكان يمنع الكولابس، بيقول لي بريفنت الألفيولار كولابس. حد فاكر لما كان بينقص كان مرض اسمه إيه؟ كان مرض اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي كنا بنسميه الهيالاين ممبرين ديزيز. مش فاكرين؟ بص عندك. الار دي اس الريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي كنا بنسميه هايلاين ممبرين ديزيز ان انفانت في الاطفال، ده بيبقى بسبب نقص السيرفكتنت. هنا عاوز اسالك سؤال، تركيب السيرفكتنت ايه؟ دايبل ميتويل فوسفاتيدايل كولين، يعني تبع الليسيسين، وده اللي بيخلي السيرفس تنشن يقل فيمنع الكولابس. امال لو السيرفكتنت قل يحصل مرض اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم. عارفين ليه سميناه ريسبيراتوري ديستريس؟ هو الاستريس يعني ايه؟ صعوبه، وريسبيراتوري معناه تنفس، صعوبه التنفس. عارفين ليه؟ الفيولاي عامله كده، تيجي تملاها بالهواء ما بتفتحش عشان السيرفس تنشن، فبنسميه ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ده بسبب نقص السيرفكت. وخدت بالك انا قلت في ايه؟ في الانفانت. تعالوا بص لو في الكبار بقى، ريسبيراتوري ديستريس سندروم ماي اوكير ان ادلت، ممكن يحصل في الكبار. هو السيرفكتنت بروديوسنج نيموسايت. النيموسايت دي الخلايا اللي بتطلع السيرفكتنت، الخلايا اللي بتفرز السيرفكتنت. هاف بين دامج اور ديسترويد. هنا عندي سؤال، هو ايه اللي يجيب الار دي اس اللي هو ريسبيراتوري ستريس سندروم في الانفنت وفي السن الكبير؟ في الانفنت جسم لسه ما صنعش سيرفكتنت اصلا، امال في السن الكبير الخلايا اللي بتفرز السيرفكتنت باظت. اكيد سؤالك ايه اللي هيبوظها؟ نجاوب لك عليه، ادفيرس سايد افكت كعرض جانبي من الاميونو سبريسيف ميديكيشن، من الادويه اللي بتقلل المناعه زي الكورتيزون، من الادويه اللي بتقلل المناعه اور دراج يوز او بعض الادويه. في بعض الادويه يا جماعه بتدمر خلايا النيموسايت، وبالمناسبه التدخين كمان بيدمر خلايا النيموسايت. ملحوظه بقى على السريع كده، يلا، في عندنا مادة اسمها لايزوليسيسين. لايزوليسيسين
واللايزوليسيسين بيقول دي كيميكال كومباوند ويتش ار درايفد فروم فوسفاتيدايل كولين. هو مين الفوسفاتيدايل كولين ده؟ الليسيسين. اقول لك الليسيسين بتشتق منه ماده اسمها اللايزوليسيسين. ازاي بقى؟ مكتوب عندك بيقول زي ريزلت فروم هيدروليسيس اوف فوسفاتيدايل كولين، بينتج من تكسير الفوسفاتيدايل كولين. يعني ايه تكسير؟ ريموف وان فاتي اسيد جروب عند السكند بوزيشن. بصوا يا جماعه عن ايه تركيب الليسن ايه؟ فاتي اسيد كولين. لو شلنا الفاتي اسيد رقم اتنين هيبقى ايه؟ جليسرول فوسفات واحدة فاتي اسيد وكولين. ده اللايزوليس، ده اللايزوليس. اذا اللايزوليسيسين بيشتق من الليسيسين. ازاي؟ انك تكسر الليسيسين. تكسر مين؟ واحدة فاتي اسيد اللي عند البولشر رقم اتنين. واللايزوليسيسين ده المادة اللي بتبقى موجودة في سم التعابين، لان سم التعابين بيحتوي على ماده اسمها اللايزوليسيسين، ودي بتعمل مكتوب عند حضراتكم اهي، هو مزود معلومه الاول هيدروليسيس ريزلت اوف انزيماتيك اكشن اوف فوسفولايبيز A2. عشان تبقى انت فاهم المربع ده كله خليني اقول لك اربع خمس كلمات ورا بعض. ما هو الاسم الثاني بتاعه؟ فوسفاتيدايل كولين. مكون من جليسرول فوسفات فاتي اسيد وكولين. ده اسمه ايه؟ ليسيس. في ماده بتشتق منه اسمها لايزوليسيس عن طريق ان احنا نشيل واحده فاتي اسيد اللي عند رقم 2 بانزيم اسمه فوسفولايبيز A2. الانزيم اسمه فوسفولايبيز A2. ليه قلنا عليه A2؟ عشان بيشيل الفاتي اسيد اللي عند رقم 2. فهو عاوز يقول لك اللايزوليسيس بتشتق من الليسيسين لما تشيل الفاتي اسيد اللي عند الكربونه الثانيه بفعل انزيم اسمه فوسفولايبيز A2. من اللايزوليسيسين ده بقى؟ ده موجود ان سنيك فينوم، موجود في سم التعابين. وده يا جماعه اول ما بيخش على اي كره دم حمراء او خليه بيدمر الممبرين بتاعها، فيعمل هيموليتيك افكت. يعني ايه هيموليتيك؟ يكسر كرات دم الحمراء زائد ديستراكت السيل ممبرين، يدمر السيل ممبرين. وده بالنسبه لللايزوليسين اللي كان مشتق من مين؟ من اللس. ده اخر صفحه خدناها كلها اقراها، بس خدناها الفانكشن كلها خلاص، ما عادش لا دقيقه ولا دقيقتين بالظبط. وهنا مجمع لك حاجه بقى، البايو او البيولوجيكال امبورتنس اوف فوسفوليبيد. في الصفحة دي مجمع لك الأهميات اللي قلناها فيهم كلهم. أول حاجة احنا قلنا كلهم موجودين في مين؟ سيل ممبرين. بيقول الفوسفوليبيد ار بريزنت ان افري سيل، موجودة في كل خلية. بريزنت اولسو ان سيل ممبرين. وخد بالك البرين والنار الجهاز العصبي بتاعك بيحتوي على اتنين فوسفوليبيد، هما السيفالين والسفينجومايل. مش تنساهم، اسمه السيفالين بتاع المخ وسفينجو مايلين بتاع المايلين شيتس. عشان كده لو جه قال لك مين الفوسفوليبيد اللي موجود في البرين والنار؟ يا سيفالين يا سفينجو مايل. سؤال بقى، مين اللي موجود في البرين؟ غالبا السيفل. مين اللي موجود في النار؟ سفينجو مايل. بعدها بيقول فوسفاتيدايل امبايل، البايل ده العصاره الصفراويه. الفوسفوليبيد بيكون موجود في العصاره الصفراويه عشان تخلي الكوليسترول سولابول، تخلي الكوليسترول دايم، لان الكوليسترول لو بقى انسوليبل يعمل حصوات، يعمل حصوات. يا استاذ محمد معلش اقفل الباب، انا فاضل دقيقه واحده بس. الفوسفوليبيد امبايل اللي موجوده في العصاره الصفراويه بتخلي الكوليسترول سوليبل. وان شاء الله في الفسيولوجي لما ناخد كتاب الدايجيشن هنعرف ان تركيب العصاره الصفراويه فوسفوليبيد ومعاه كوليسترول، بس الكوليسترول ده بيبقى سايل ما ينفعش يكلكع، لانه لو كلكع زير ديفيشنسي. ديفيشنسي بتاع مين؟ بتاع الفوسفوليبيد. ليد تو فورميشن اوف كوليسترول بولستون، يؤدي الى تكوين حصوات مراريه. جولستون معناها حصوات في المراره، اللي هي تركيبها ايه؟ كوليسترول. كوليسترول اسمها كوليسترول بولستون. بعد كده
الفوسفوليبيد مهم في الترانسبورت اوف فات من الليفر للمخازن، مهم في نقل الفات من الليفر لمخازن الدهون، يعني بيحمي من مرض الفاتي ليفر، بيمنع من مرض الفاتي ليفر، لان الفوسفوليبيد هي اللي بتاخد الدهون من الكبد تخزنها في المخازن بتاعه الفات. فلو اتثبت في الكبد، لو الفوسفوليبيد قلت واتثبت في الكبد تعمل فاتي ليفر، عشان هي اللي بتخلص الكبد من الدهون الزياده. بعدها ديفيشنسي اوف كولين، نقص الكولين او الانوسيتول او الميسونين، ده هيؤدي الى اكيوميليشن اوف فات انهيباتيك سيل، ده هيخلي الفات يتراكم في الكبد اللي هي هتعمل حاله فاتي ليفر. عندي سؤال، هما ليه الثلاث مواد دولت لو قلهم هيحصل فاتي ليفر؟ ما هو دول لو قلهم دول اللي كان البيز اللي بتصنع الفوسفوليبيد، فلو دول قلوا تصنيع الفوسفوليبيد هيقل، فان الدهون تتاخد من الكبد هيقل، فالدهون تتراكم في الكبد تعمل فاتي ليفر. وكلمه مهمه قوي 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 قوي، these substances are called lipotropic factor. لايبوتروبيك فاكتور، لايبوتروبيك فاكتور، الكلمه دي مهمه جدا. مين اللايبوتروبيك فاكتور دول؟ الانوسيتول والكولين والميسونين اللي احنا لسه سميناهم لايبوتروبيك، عشان دول بيصنعوا الفوسفوليبيد، دول اللي بتصنع منهم الفوسفوليبيد، فسميناهم لايبوتروبيك بيكوز انتر ان ذا بايوسينثيس اوف فوسفوليبيد. وده بطريقه سهله خالص، ثلاث مواد اسمهم الانسيتول والكولين والميسونين بيخشوا التركيب الفوسفوليبيد اللي بتشيل الدهون من الكبد توديها المخازن، المواد دي بتصنع الفوسفوليبيد، عشان كده سميناهم لايبوتروبيك. لو قال لهم الدهون هتتراكم في الكبد فتعمل فاتي ليفر، حد خد باله لغايه دلوقتي لو الفوسفوليبيد قل بيعملوا مرض اسمه ايه؟ لو الفوسفوليبيد قلت بتعمل رقم واحد جولستون، اللي هي الكوليسترول جولستون، ولو قلب بتعمل فاتي ليفر، ولو قلب بتاثر على المخ والاعصاب. بعد كده المعلومه اللي احنا سالناها من شويه، السنيك بويزن كان بيحتوي على الليسينيز، ولك مكتوب عندك انه بيحتوي على الليسينيز، انسى بقى اللايزوليسين، ده حاله، ده بيحتوي على انزيم اسمه الليسينيز، والليسينيز ده بيخلي الليسين يتحول للايزوليسين. فاكرين من شويه لما خدنا انزيم اسمه فوسفولايبيز A2، الفوسفولايبيز A2 الاسم الثاني بتاعه ليسيسينيز، ده الاسم الثاني بتاعه اللي كان بيحول مين لمين؟ الليسيسين للايزوليسين. بعد كده بيقول اللايزوليسين، لسه قايلين من شويه اللايزوليسين كانت بتعمل ايه في الدم؟ هيموليسيس، لانها كانت بتكسر الاريثروسايت. بس في حاجه بقى لازم تعرفوها، بعض الناس بيجوا في البرامج ويجوا على اليوتيوب يقول لك سم التعبانه ويشربوا، بقول لك ما ضرنيش حاجه، سم التعبان يا جماعه لو دخل من الجهاز الهضمي ما بيعملش حاجه، مكتوب عندك سنيك فينوم از نوت توكسيك، ما بيبقى السام هو انتيكن باي ماوس، لما يتاخد بالماوس. ليه بقى؟ بيقول لان البروتيوليتيك انزيم بتكسره تخليه ماده نون توكسيك، اذا لو دخل الدم يبقى توكسيك، انما لو دخل بالماوس يبقى نون توكسيك. انا عاوز اتاكد على كلمه، هي كلمه اللايبوتروبيك فاكتور، وتاكد على البرين والنير فيهم مين، وتاكد على الكوليستيرول والبوليستون، وتاكد على الانزيم اللي اسمه الليسينيز اللي كان الاسم الثاني بتاعه فوسفولايبيز A2 اللي كان في سن التعابين اللي كان بيحلل كرات دم الحمراء. وكده خلصنا تلتين الشهر.